Yeah.
الزول فلا والنيت ما يسمع الزول مقران مرحبا اسوان ان شاء الله ديما 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 اتي لي ملاباس. مازلنا مع يناير ومع العيد نتاع يناير، عيد على الامازيغ في كل بلاصه، في المغرب، فحنا عندنا في الجزائر، في تونس، في كل في كل مكان. مرحبا بكم اسا بيان سور نو سوم لو سامدي 13 جانفي 2024. مرحبا بكم pour cette première vidéo. Pardon. Alors, أسقاس أبقاس، إن شاء الله ديما 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 تيلي ملاباس، إن شاء الله تكامل عييتو بخير وعلى خير، دون لي 48، دون لي 58، دون لي 100 ولاية هادو اللي جاتوهم، دوكا عادو بالحساب، ملي كنا 48 صبحنا 58، دوكا ما على باليش راك مطالعين، مطالعين ورا قال لك راهو شوفوا، راه ما تخلقوش رواحكم، وين كان دوار في الجزائر يردوه ولاية. خلقوش رواحكم، وين كانت الدشرة يسميوها ولاية، احنا غير خليونا الدشرة برك يرحم والديكم، على وجه ربي، احنا الأمازيغ رانا قلنا لكم ما ترجعوناش ولاية، خليونا دشرة، أنا ولد دشرة، شاوي ولد الدوار، خليونا في الدوار نتاعنا برك، ما نحبوش الولايات ديهم ليكم نتوما، ديهم ليكم نتوما. ألي ما ننساش توت سويت بور بارتاجي افيك فو كوم دابيتود مي شيغ زامي مون كافي دوجوردوي، نقول لكم صحة القهوة النون، صحة قهوتكم، بون كافي أتوتي أتوس. هايله هايله سي لو برومي كافي تاع اليوم. الناس اللي راهم ديجا اطابل نقول لكم بون ابيتي، صحه ومكلي النون، بون ابيتي افو اتوس، وصحه غداكم الناس اللي راهي ديجا باسكو 12 و4 الناس راهو سي سيغ راهم يتغداو. انا اليوم ما فطرتش بكري، سي لو ويكاند بيان سيغ، وسامدي سي لو ديبي دو ويكاند، باش نزيدو نذكرو الناس هو اول كما قال واحد عطله اسبوعيه نتاع خيانا في تونس، خيانا في المغرب اللي نحييهم، وما ننساش باش نحيي اختنا خديجه اللي راهي ديما معانا. صحه قهوتك يا خديجه حتى انت، وميرسي بوكو بور فو ميساج، ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. دونك ان بو بارتو دون لو موند اليوم سو لي ديبي دو سيمين سامدي وغدوه ديمونش، الناس ما تخدمش، سي دوماج. حنا مازلنا حنا الجزائريين، قلت لكم البارح احنا نحبوا نديروا ديما نخالفوا الناس، وديما نحبوا نعطوا رواحنا باللي زعما احنا رانا خير من الناس. الوغ رانا مازلنا نخسروا في لو ديمونش هذا، مازلنا نخسروا فيه سوارد حمر. علاش؟ باسكو ايماجينو ان باطو، يجي باكزومبل من ما على بالناش من هولندا، ولا يجي من فرنسا، ولا يجي من كيجي نهار الحد، هما يجي باكزومبل سامدي، سامدي احنا ما نخدموش، هما ثاني ما يخدموش، مي غدوا ديمونش، غدوة ديمونش حنا نصبحوا خدامين، وهما يقول لك اخويا حنا ديمونش ما نخدموش، فو فوايي ان بو. دونك الدراهم اللي نخسروهم راهي بالملايير، مي هما والله لا على بالهم، والله لا على بالهم، حنا نخالفوا لي زوكسيدونتو هادو، نخالفوا الناس وخلي، قال حنا خويا خميس وجمعة، ولا حنا سبت سبت وحد وماناش فوندرودي سامدي، وما نرجعوش الويكاند يونيفرسال. علاه يقول لك ويكاند يونيفرسال؟ هايا ما تمشي، كونوا في حله ما تمشيوش بلا دات نتاع اليوم، اليوم نصوم 13 جونفي 2024، هايا مشيو بلا دات نتاعكم انتم، هايا يلا، شش ما تمشيوش مع لا دات نتاع العالم كامل، نو، لازم تمشيو، ذراع عليكم تمشيو، مي بدلوا واش بغيتو، حتى ولو كنت تكتبوا انتم اليوم رانا ما على باليش واش. ما تمشيش باسكو العالم كامل هو اللي يمشي على كان حاجه يونيفرسال، رانا نتبعوا العالم، غير اذا نحبوا نديروا عالم وحدنا هذيك حاجه اخرى. على كل حال مازلنا نتكلموا على كيف اسمو على يناير اللي بفضل خاوتنا القبائل، القبائل فحوله يرقازن، وكما قالوا خاوتنا خواتاتنا القبيليات اللي ما حبسوش ما حبسوش خلاص، وهما يناظروا 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 حتى نداروا يناير عيد وطني ورسمي وأجرة، كما قال واحد نهار كي ما نخدموش الأجرة نتاعك تمشي، سادير سي اون جورني شومي اي بيي كيما كل الأعياد. هذه ما جاتش هكاك يا ناس، والله ما جات هكاك، جات بالنضال نتاع خوتنا القبايل اللي حنا الشوية ما عاوناهمش، وأنا نستعرف بروحي احنا ما عاوناهمش وخليناهم وحدهم، مي كوميم هما ما حبسوش ومناضلوا ناضلوا 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 حتى نداروا يناير، داروه عطله مدفوعه الاجر، وداروه
كتبوه في كيما يسموه في الدستور باللي يناير راهي سيت اون فيت ناسيونال اللي يحب يحب واللي كره كره. رغم انف هذو الاسلاميين هذو الذباحين اللي ما خلاو ما يقولوا على هذه عيد وثاني وهذا راهو لا يجوز وراهو شرك بالله وراهو ما يخطبوا الغنايات نتاعهم هذوك نتاع هما ما يشركوش بالله كي يديوا خمس نساء وعشر نساء باسم الله ما اعطى برك ودي دير كما قال واحد لا بروستيتيسيون هذه تسمى لا بروستيتيسيون يعني سي لا بروستيتيسيون ليغاليزي يعني تقول الله ما اعطى ودي واش بغيت طلع ادي 10 ادي 20 ادي ها واش هو يقول الله ما اعطى برك يعني بسم الله بسم الله وخذ الدنيا بسم الله حتى كي تحبوا تروحوا تسرقوا راني نقول لكم على حساب الاسلاميين هذو الذباحين كي تحبوا تروحوا تسرقوا قولوا بسم الله او يجوز يجوز كي تروحوا لفرنسا ولا الامريكان ولا اسرقوا ولا ما تسرقوش المسلمين برك اسرقوا الاخرين يجوز فهمتوا شفتوا كيفاه يعني الناس هذو وين يحبوا يوصلونا يا جماعه شتو كيفاش وين يحبوا يوصلونا هاد الدواعش هاد الدواعش اللي اليوم هبلوا الجزائريين صبحوا الجزائريين كل كامل دواعش رغم هذا رغم هذا اليوم في كل الولايات في كل الولايات نتاع الجزائر كسوا في الشرق في الغرب في السود في بارتو ايزون فيتي يناير داروا عيد يناير حتى الدوله بعد الدوله وهي تبنات هالعيد هذا ودارت معارض في الجزائر وفي كل بلاصه في كل ليزيكول كما كنتوا تشوفوا دوكا هذه ليكول نتاع ولاد الشويه هذه شويه لا فيديو نتاع وقيل نتاع منول مي بارتو في ليزيكول في ليسي في ليزونيفرسيتي ايزون فيتي يناير عيد الامازيغ اللي الناس حتى اللي كانوا يحبوا يقول لك لا لا هذا راهو راهو لو ديبي نتاع كيف اسمه الفلاحة العيد الفلاحي الموسم الفلاحي ما عنده حتى علاقة بالموسم الفلاحي هذا عيد نتاع الأمازيغ وما زلنا نزيد نعيده وما زلنا ربي يرجع يديرنا كما قال واحد كل يمنا إن شاء الله عيد علاش؟ باسكو الرجوع إلى الأصل فضيلة الشوية اللي أنا نفتخر بهم وأنا منهم مازال ما فهموش برك نهار يفهموا تشوفوا نهار يفهموا الشوية باللي خوتهم القبائل راهم ناضلوا على اللغه نتاعهم راهم ناضلوا على ليدونتيتي نتاعهم ثم يقول لك قصرنا مع خوتنا القبائل قصرنا معاهم ما يسمحوا لي انا ما نلومش خوتي الشويه علاه باسكو مخدومه مصنوعه هذه حوايج هذو داروهم بالعاني سورتو فرق تسود هذه اللي يجيو الشويه ويقول لهم اه انتم الشويه اه انتم راكم رجاله اه انا قالها لي واحد السيد انا واحد السيد انسان كبير نحترمه قال لي انا القبائل هذو اه والله ما ننقو بهم خلاص انا والله ما على بالي بهم القبائل هذو نتوما صح انا كانوا معايا الشويه في الحبس كيف في الطرة وهاد الشويه هذو في حوله ورجاله اسمح لي يا شيخ اسمح لي يرحم والديك اسمح لي ما انا ما نخليكش هذه الهضره هذه خلاص قلت له شوف كي الشويه كي القبائل كي الموزابيت كي الشناوه كي التوارك احنا كامل كيف كيف يا اخي قلت له لا 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 كيما ماناش خير منهم احنا خلاص قلت له فاش احنا خير منهم اه قال لي انتم رجاله قلت له هما واش هما ماهمش رجاله قلت له هما رجاله واكثر من رجاله باش نفهموا مليح قلت له علاه انت تكره القبائل واش داروا لك قال لي كون تشوف خطرنا كان عندي صاحبي واحد قبائلي والله يا قلت له انا على الشيطان يا شيخ انا على الشيطان قلت له انت تقبض انت واحد جاي تحكم على القبائل الكل قلت له هذه هضره هذه قلت له مالا شغل باكزومبل علاه الشاويه كل ملاح قلت له علاه الشاويه 99 ولا 100% كل الشاويه ملاح بالك كانوا هما ملاح انا مانيش مليح انا مالا تحكم عليا انا قال قاعد انا مانيش مليح تحكم على الشاويه كامل قلت له ماشي هضره هذه يا شيخ قلت له اعرفوا واش تحضروا قلت له القبائل رجاله فحوله الناس قلت له انا نقول لكم حاجه انا نقول لكم لو كان وقالوها حتى العديان نتاعنا نتاع نتاع كيف يقولوا نتاع الامازيغ عديان قال لهم لو كان خليتوا ال 62 القبائل والامازيغ حكموا البلاد راهو خير من رانا اليوم خير من رانا اليوم خير من هذا الشيء اللي رانا فيه اي سي فري علاش باسكو هما خدامه هما يخدموا يحبوا يرجعوا للجزائر كي البلدان المتحضره والمتقدمه ماهوش كيما الناس اللي جاي يحبوا يرجعونا الاف سنوات من اللور نو روحوا تشوفوا القبائل والامازيغ في في, في 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 الغرب روحوا تشوفوهم في فرنسا في الامريكان روحوا تشوفوهم كيفاش مدارين
الي فواغ. مي حنا الغال حنا الشاويه سورتو من يسقل لينا بعد وبداو يجيبوا لنا قال استنى شوف خلي الناس هذو خلي نكرازيوهم باش ما يتكلموش. راحوا بعيد خلاص. حتى التاريخ نتاعنا عفسوا فيه. اليوم مازال الشاوي يعتبر هذا عقبه نتاعهم هذا المجرم مازال يقول له سيدي مازال يقول له سيدي باش تشوفوا. والانسان اللي دافع الوطن واللي راح قتل هذا عقبه هذا نتاعهم رجعوه كافر اكسل اللي دافع لوطنه رجعوه كافر. والانسان اللي جا اغتصب النساء نتاعهم واغتصب بناتهم رجعوه سيدهم. باش تشوفوا يعني من الغريب في الامر. احنا عندنا دي هي هذه رانا درنا لا ستاتيو تاعها في خنشلة. اسكو نهار واحد راحوا نجمو نهزو اون جورب دو فلور ونروحو نحطو على هذا طرحهم لنا عليها ما نديروهاش. علاش؟ باسكو مازلنا تحت الاستعمار. مازلنا غدوة لو كان يديرها واحد يحطوه راهو كافر ويحطوه باللي راهو ضد الوطن وراهو يحب يدير البلبله. بون صار ما نديرش البلبله كي نروحو نحط كي نروحو نهضرو على سيدكم عقبه وعلى الناس اللي قتلت وذبحت الجزائريين هذوك. ما نديروش الفتنه غير كي نروحو نهضرو على ماسينيسا ولا على يوغرطه ولا على الناس الناس الفحوله اللي حاربوا المستعمر. المستعمر الاول هو المستعمر العروبي كي حاربوه واللي حاربوا كامل البيزنطيين كامل حاربوهم. هادو ما جامي نتفكروهم وجامي قال عندك خطره. ما قالوا يغرطه نتاعنا حنا. علاش؟ باسكو شافوا باللي خوتنا المغاربه قال لك يغرطه راهو لينا حنا. حتى حنا ثرنا قال لا نتاعنا حنا وسمينا ولينا حنا نحبوا نعترو حنا باللي يغرطه نتاعنا. مي يغرطه نتاع الامازيغ مش غير نتاع الجزائريين، نتاع المغرب ونتاع تونس ونتاع ليبيا ونتاع كامل نتاعنا يغرطه. نعم ماسينيسا كيف كيف. دي هي كيف كيف بنت الشاويه وبنت الامازيغ البحله اللي ما خلاتش هذو جماعه اللي جاوا من العساكر اللي جات من جزيره العرب من شبه الجزيره العربيه وجاوا قتلوا ناس وذبحوا الناس ولاو نحاولنا الاسامي نتاعنا. على بالكم بلي حتى واحد الوقت باش نسميو اسامي نتاعنا ما يخليوناش. باش تسمي اكسل والله لازم لك. مي كانوا ناس دفعوا، كانوا ناس فحولة. نعرف واحد في خنشلة الله يرحمه ويوسع عليه والله ولاده كل سماهم أسامي أمازيغية. وقتاش؟ يا موش دركا في وقت بومدين. في وقت بومدين جاب الشلاغ نتاعو كي القيدون، الشلاغ نتاعو كي القيدون، وجا من وين يزيد عنده طفل يجي من 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 من, من الدوار بعيد. الهليكوبتر ما تنجمش تروح في الدوار نتاعو. في الهليكوبتر ما تقدرش توصل للدوار نتاعو. جي مسكين ويدخل البلديه يقول له حط لي ولدي اليوم زاد عندي. واش اسمه يغرطه. يغرطه ما كانش الشيخ. كيف ما كانش هذا؟ يا والله ماني خارجها منا، والله ماني خارجها منا حتى ندي النقمه نتاعو يغرطه. وعياه وضرب خلاه قال ما تحبوش خلي ما نقموش وما يقراش ويقعد في الدار عليه ويبقى طالع حافظ عليهم. سماهم كيما راهم كيما راهم. حتى الطفله سماها وقيله كهنه ولا كيف اسمها ولا ديهية كيما راهم. بوش الغوم اليوم ولده لو كان تشوفوه مسكين ولده هذا يغرطه اللي حسبنا يخرج كي باباه. الصبح حتى هو ضرب لي اللحيه لهنا والصبح غير مع جماعه يجوز ولا يجوز. سي دوماج النار تولد التراب. سي دوماج. على كل حال ربي يرحم الناس الفحوله ولو ربيتوا العمر الناس اللي تدافع على ليدونتيتي نتاعها. خاطرش حنا ما نسامحوش في ليدونتيتي نتاعنا. انا نكون مسلم نكون مسيحي نكون ما عنديش دين نكون واش نكون نبقى ديما شاوي. نبقى ديما شاوي جو سو فيير دو لاتر. نبقى ديما امازيغي جو سو فيير دو لاتر. والناس اللي ما يحبوش الامازيغ انا دخت انا في واحد انا دوكا نروح انا نعيش في العربيه السعوديه ونكره العرب. انا ندوخ في الناس هذو والله غير ندوخ. لو كان جيت نروح للعربيه السعوديه ما نشتيش العرب والله ما نزيد ربع ساعه عندها. والله ما نزيد نكون في حل نهز لافاليز نتاعي ارض الله واسعه. علاش؟ باسكو نكرهها. نكره العرب ما نشتيهمش
نروح نعيش في بلاصه اخرى، نروح الماريكان ولا نكره الماريكان بالحرام لا زدت ربع ساعه في الماريكان، نروح لفرنسا ولا نكره الفرنسي والله ما زدت ربع ساعه عندهم. مي الناس تكرهنا وتكره اللغه نتاعنا وتكره الهويه نتاعنا ومنا، ويجي يقعدوا ياكلوا ويزيدوا يحاربوك ويزيدوا يقول لك انت راك جيت من رومانيا وانت شكون اللي جا من رومانيا؟ شكون اللي جا من رومانيا؟ ما سينيسا يوغرتا ولا ديهيا ولا جماعه نتاعكم اللي جاوا من 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 شبه الجزيره العربيه؟ شكون اللي جا باسم الفاتح باسم الفتوحات؟ حنا اذا حنا اللي جينا باسم الفتوحات وي هذيك حنا انا نستعرف. اذا الامازيغ هما اللي دخلوا على شمال افريقيا وهما اللي جابوا زعما الرساله وجاو احنا. على كل حال انا ما نتكلمش على خوتنا العرب اللي قاعدين عايشين معنا واللي كانوا اخرين صحابي وحبابي ونعرفهم ويعرفوا الامازيغيه خير مني ويهضروا الامازيغيه خير مني ويشتيوا الامازيغيه خير مني. ما نهضرش على هذا، نهضر على الناس هذو اللي ياكلوا في الغله ويسبوا في المله. نقول لكم باللي رانا نبقاو امازيغ حتى يوم القيامه، رانا امازيغ. دونك ما نطولش عليكم، نقول لكم قيمتي لهنا ان شاء الله. من بعد نرجع لكم في نوتر فيديو. ا توت الور اون فوا اونكور بون ابيتي ا توتي ا توس سوغاس ا مغاس يا توت الور ان شاء الله.